اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كل يا جماعه اللي شفنا يصلي على النبي. معلش يا جماعه الشبكه قطعت اتفصلت. اللهم صل على النبي. تاريخ اليوم 15/3/2023. اللهم صل على النبي. فاضل كم واحدة كده؟ اتنين؟ فاضل اتنين. على خلي بس حمادة نجيبهم كده. زي ما الفاضيين انباعوا من غير تصوير، انباعوا بالأمانة كده بالله عليك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بص يا بس صل على النبي، اللهم صل على النبي، كل اللي شافنا صل على النبي. يا موسى الأرض من 150,000. رقم تليفونك عم عربي؟ الله اكبر. اتفرج على الاول والنبي، سيبك من رقم التليفون الاول والنبي. اللهم صل على النبي، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. افتح بقى، افتح له السن والنبي قبل ما يعمل اي حاجه. النبي قبل ما يفتح اي حاجه سم الله كده. لا لا تسم الله كده. بص يا ابني، جابت سنه ب 20 لبنيه. لبنيه بالصلاه على النبي. لا 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 لا، اللهم صل على النبي. يا عم ان شاء الله يا موسى والدك 150,000. عارف لبن اهو يا عم. يا موسى والدك 150,000. شفت اخر العرض؟ بص كده يا ابو الحاج، قنبله اجعل سنة رمضان خير على الناس كلها. 10 كام دي يا عم عارف؟ 5 انضاف ومشي بالست. تعالى كده 5 انضاف. بص السلسال كده، بص على النبي. 5 انضاف، 5 انضاف ومشي في كام؟ ماشي في السات. طلع على النبي. ماشي بس عاوزك تسحبالي كده. اقعد بس، اقعد كده. اللهم صل على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الله اكبر كده. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. عامله كام دي يا عم؟ سؤال تبني تعالى. لا اله الا الله. المكير ربنا بقى صاحبي يقول اقل من 55,000 مش بايعها ب 48.5 واخد لها 1000 جنيه. يابا ب 48.5 واخد والله ب 60,000. 10 كام؟ 5 انضاف ب 60,000. ولا اله الا الله بقى. وسيدنا محمد بيقول اقل من 55,000 ما بايعها. رقم تليفونك يا عم عربي كده؟ 06561 91 9 7 8 9. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كل اللي شفنا يصلي على النبي. 65. اربط يا معلم كده وقت اخر حاجه في العرض. بس يابا. اللهم صل على النبي، صل على النبي. نزله بقى، نزله يا عرب. صل على النبي. قم بقى تعالى كده. اخر دي اخر العرض. اخر العرض 10 كام دي؟ دي 10. 5 اخرى انضاف. 5 انضاف. 5 انضاف. بص كده. اللهم صل على النبي كده يا باشا. بص يا باشا كده. خليها زي ما هي، خليها زي ما هي مربوطه. الله اكبر. عامله كام ده يا عم عربي؟ انا حر في مكسبها، هاخد 1000 زي دي. محمد زي دي. الوكيل ربنا شروطهم حلوه. باند ببلاش والله. مش عاوز اقول لك بقى. البند ب 55 زي الناس والكلام ده. بامانه الله العجله دي 46.5 و100 جنيه جسه. 46.5 و100 جنيه جسه. اهي. حياتي النبي ب 110. رضا يا ابو رضا. تاريخ اليوم، تاريخ اليوم 15/3/2023. بتاع السنه بتاع رمضان. عدد كده الثانيه اختار. رقم تليفونك يا حماده كم مره؟ 010 010 23 83 80 96 96 86 86. يا اخي قنبلتين عند جولات الدين والحلاوه وحياه المصحف. تعالى كده بقى، اربط ضمك كده. اخبص اخر حاجه في العرض يا جماعه. قاعد يجي لك كلامك دي يا جود. اللهم صل على النبي. والبس كان فصل الحظ شويه انك انت لو حضرت البيان الجاد رمضان يصوروا تعجل رمضان. اللي عايز يعيد رمضان بخير ان شاء الله عليك. مش نصيب ان احنا نصور. اللهم صل على النبي. بس يا حاج، بس اربط 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 بقى يا وحش. كل شفنا يصلي على النبي. تعال هنا يا حماده، ما تطلعش بره، ما تطلعش بره، ما تطلعش بره عشان الناس. لا اله الا الله. صل على النبي. سيبهم دلوقتي لوحدهم كده، وتعالى بعد اذنك يا عربي كده. ناخد تاخد على البهايم الواقفه دي كده عشان اخر حاجه كده. دي 10 كام يا عم عربي؟ سيبها زي ما هي مربوط. 10 كام دي؟ دي 10 3 اختها 10 4 3. الوكيل ربنا بكام دم؟ الوكيل ربنا ب 74,000. سابنا الناس 500 جنيه في الجزء ب 74,000 ب 73,500. ديت يا عم الحاج وكلنا ربنا ب 35.5. 100 جساه و100 حبال. 10 كام؟ دي 10 3 3. ديت يا عم الحاج شارينها من البلد من هنا بامانه الله ب 37,100. ويقول لك معموله ب 40,000. يا جدعان احنا لنا خاطر ولنا كرامه. والحمد لله بيه. توفيق من عند ربنا. جبتها بكام بقى؟ ب 37,100 جنيه. 100 جنيه جسه. الجس بتاعها. العنوان شلشلمون، مركز من القمح، محافظه الشرقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في مزرعة الحاج عربي بتاريخ اليوم 15/3/2023 يوم الأربعاء. ازيك يا عم عربي؟ أخبار معاليك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبين؟ ربنا يجعلها يوم مفترج على المسلمين بالخير يا رب. إيه الموجود كده بالصلاة على النبي كده تعرفوا المشاهدين النهاردة كده؟ بداية العرض كده. بداية العرض دول ست عجول خامات عشاير. بالصلاة على النبي. دايما الفضل لسه من باعة والله الراجل ما شافهم. عشان ما يعني كنت بخلاص. قال لي إيه؟ قلت له في بهايم أربع عجول فاضيين كذا كذا كذا. بيا عم الحاج اتفقنا وتوكلنا على الله. قال هديك منهم كل عجله 500 والعربيه مقابلنا ومودياهم اللي مقابلنا على الطريق. بس اللي فاضلين دول دلوقتي ست عجول خامات من اعلى الخامات العشاء. اللهم صل على عندك خامات وعندك كل وعشر وتحت العشر وعلى وش عشر. لسه ماشيين مقابلنا على الطريق. رقم تليفون حضرتك يا عم عربي كده 0100 65 91 789 010 2 3 8 0 8 0 9 6 8 6 8 6. بالصلاة على النبي. دي عشر كم بقى عم عربي؟ بالصلاة على النبي. ثلاثة انضاف. السن والوش اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقف كده اما نشوف الحلبات اللي كده. مش كده يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. اوعى كده اقفي اقفي والنبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. لا يا باشا مظبوط بقى شغل مظبوط وشغل نضيف. قلت له 10 كام عم عربي؟ 3 انضاف. وادي اهو السن اهو شعر اللبن عليها. بص الناس برضه اللي بتسال على السن. لبنيه. اربط. يا بيه الناس اللي بتسالنا على السن وطبعا البقر هو اللي بتفتح سنه مش الجاموس بس في ناس بتسال على السن. صلى على النبي. الوش ده وش ده؟ اللهم صل على اهو يا بيه. اللهم صل على شفت يابا؟ بس يا حاج بس خلاص خلاص. عامله كام دي يا عم عربي؟ بالصلاة على النبي كده. وكيل ربنا العجله دي ب 35 ونص. 35000 ونص؟ 35500 جنيه؟ سعر جلد 39 اهي. بكام يا عم عربي بقى؟ والعشر 3 انضاف. 3 انضاف. الحمد لله. خش يا محمد. سعر جلد سعر 10. قلت سعرها كام؟ ب 35 ونص و100 جسها و100 حبلتها. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. تجاوز الجاموس الاصلي. اللهم صل على النبي. هات غيرها يلا. ما تدخل يا محمد الباب دي جوه. لا سيبهم سيبهم. لا سيبهم انا هديهم واحده كمان. كمان فيديو كده. طب كنت تجيبها هنا؟ لا. لا خليها زي ما هي لازم. توكل. اللهم صل على النبي. اهي يا جماعه. توكل. ربنا يحمي المال لاصحابه ويبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. عنوان شال شلمون مركز بين القمح محافظه الشرقيه. بالامانه يا بيه الامانه. خلقك الامانه. ربنا يرزقك يا عم. حياه لا اله الا الله هي ما نافعه في حاجه. وامشي بخلاص في مرضى ربنا وربنا يبارك لك في اجل حاجه. الرزاق على الله. اللهم صل على النبي. دماغها يا عيني بالكور. الراجل اللي اخذ البيان ده اقسم بالله لو قلت له هات اجرة عربيه ولا حاجه. ليه؟ الحمد لله. لو مش واثق من حاجتي مش هقول له اتكل على الله. ربنا يرزقك يا عم عارف. خلي حماده يجيب الثانيه اللي جايه وراها. هات الاثنين اللي اخوات. ماشي ماشي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا خليه بعيد خليه هو بعيد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. خش كده يابا اللي تنزل اخواتي يا بيه. بالصلاة على النبي. اللهم صل. الاربعه انضاف في يا حماده والثلاثه انضاف. الاربعه دي يابا. دي اربعه انضاف اللي في ايد حماده. في الخامس. بالصلاة على النبي. ودي كام؟ طلع الحبيبين اختها 3 انضاف اهو. 3 انضاف. بسم الله ما شاء الله. ارفع الدل بعد اذن حضرتك. لا ما تكلمش في حاجه يا راجل يا فندم. ور بس المشاهدين. ده من اعلى سلال العرض عرضين. بالصلاة على النبي. ارفع الدل. بسم الله ما شاء الله. ارفع الدل دي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل اللي شفنا يصلى على النبي. ده شعر اللبن عليهم. اسحب واحده واحده كده يا حبيبي. الله اكبر. ده شعر اللبن عليهم يا بيه. مش بهام البهام من الشات الناس اتفرج كده يا بيه على البيت. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللي بالك هتولد ولد وتاني ولد الله ما تكسر سنك خالص. لا واحده واحده كده. لبنيه 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 بس ده ربنا يستسمح له جوا استاذ. خش الثانيه روح اربطها روح اربطها الثانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الاثنين مع بعض. اللهم صل على النبي. بص بهيم فلاح ادي البرسيم اهو. مش بهيم معلوفه بهيم السلال الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بكم يا عم عربي الاثنين ضمك بقى؟ 45 ان شاء الله الواحد عادي. وحد الله. لا اله الا الله. وكلنا ربنا البهايم دي ب 74 وسابنا الناس 500 جنيه في الجاز. لان كان 74 1000 بقى عندي خمسه وده اربعه ما اتلخبط في العشر. الجزاز قال لي دي اربعه انضاف. قال لي دي اربعه انضاف وهي ثلاثه انضاف. بس بقى انا يا باشا.
اعلى سلاح. اربط يا حماد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل اللي شفنا يا جماعه يصلي على النبي. صلى بس صلى. كل اللي عايزين يشوفنا بس يصلوا على النبي. كل اللي شفنا وكل سنه طيبين يصلي على النبي. اللهم صل على النبي. عجل رمضان، عجل السنه الجديده، صلى على النبي. الله يجعلها ان شاء الله. دي عشر كام وعشر كام بقى يا عم عربي؟ ايوه عشر كام وكام؟ صلى على النبي. ثلاثه نضاف، ثلاثه نضاف، اه ودي اربعه، اربعه. والناس السلم جس فتح حياتي. بص انا السلم جس الحمد لله. اربط يا معلم حماده، اللي عايز السلم اربط وادي التقات الباقي فادخل حته جس. اربط عشان ما نطولش برضه على الناس. اربط وادي وادي الباقي. اللهم صل على النبي. كل اللي شفنا يصلي على النبي. تاريخ اليوم 15/3/2023 يوم الاربعاء. الحمد لله بفضل الله، يعني ما فيش حاجه عندنا بتعرض بفضل الله. اللهم صل على النبي. كل اللي شفنا يصلي على النبي. ثلاثه اول ثلاثه في العرض همك بالصلاه على النبي. والله يا استاذ اهم حاجه النيه السالكه لله. الله اكبر الله اكبر. واهم حاجه السمعه فوق كل شيء. الله يبارك. الامانه يا بيه، الامانه الامانه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ارفع يدك تعالى. الفتحه اللي جايه دي 10 3 انضاف ومشى في الرابع. اللي جايه دي 3 انضاف ومشى في الرابع دي. 3 انضاف ومشى في الرابع. ومشى في الرابع. اللهم صل على النبي. بروح يا رب. صل على النبي. على عم كده. اقف كده معاك. بس يا بقى بقى. اقف كده وحش. اللهم صل على النبي. ارفع الديل بعد اذنك. لا يا باشا. بس صل على النبي. اللهم صل على النبي. والعم يا ريح. عامله كام دي يا عم عارف؟ ايه عامله كام دي؟ ب 37 و100 جنيه جسه. واحنا 37 و100 جنيه جسه. مش هقول لك 41 و240 اهي. بص كده اللي هو الدسه. تعالى شوف صباح الخير يا مصطفى. صل على النبي. السنه اللي عز وذل اقسم بالله ب 41000 41000 والله ب 37000 و100 جنيه. 37000 و100 جنيه. 3000 والله.